أحمد مرتضى منصور يكشف تفاصيل اختفاء عقد إمام عاشور. رد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة نادي الزمالك السابق على أنباء اختفاء عقد إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي والزمالك سابقا من خزائن النادي الأبيض عقب رحيل مجلس الإدارة عن القلعة البيضاء. وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أعلنت استقالتها عن مهام العمل في القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية بعد الأزمات التي ضربت النادي في جميع الألعاب. وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في تصريحات خاصة لجريدة مصر نيوز: اختفاء عقد إمام عاشور من نادي الزمالك لا نعلم عنه أي شيء، سلمنا النادي فيه كل الأوراق. وأضاف إلى ضياعه لضيع له حاجة من النادي يجي يسألني، ولكن ابتعدنا عن النادي لأن مصلحة الأولى والأخيرة للفارس الأبيض. وفي ذات الوقت قال أحمد دعبس في تصريحات خاصة لجريدة مصر نيوز أنباء اختفاء عقد بيع إمام عاشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي من نادي الزمالك عقب رحيلنا أي كلام. كما نشرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة أحمد عبد الوكيل عددا من الصور لحظة تسليم شؤون نادي الزمالك إلى لجنة ثلاثية المؤقتة الجديدة لتيسير الأعمال النادي لحين دعوة الجمعية العمومية لموعد الانتخابات وفتح باب الترشيح. وشكلت وزارة الرياضة لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك وفقا للوائح والنظم والقانون تجمع مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي.